صدق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وأصدر قانونا رقم 3 لسنة 2024 بالتصديق على الاتفاقية بين مملكة البحرين ومجلس التعاون لدول الخليج العربية بشأن مقر المكتب الفني للاتصالات في مملكة البحرين بعد إقرار مجلس الشورى ومجلس النواب جاء فيه. صدق على الاتفاقية بين مملكة البحرين ومجلس التعاون لدول الخليج العربية بشأن مقر المكتب الفني للاتصالات في مملكة البحرين المحررة في مدينة المنامة بتاريخ 19 من شهر نوفمبر 2023 والمرافقة لهذا القانون.